اهلا بيكم مشاهدينا في اول فقراتنا في نهارك سعيد، فقره الصحافه. هيكون معانا الاستاذ خالد البلشي، رئيس جريد تحرير جريده البديل الالكتروني. صباح الخير استاذ صباح النور. مش عارف كلكعت ليه دلوقتي. طبعا يوم حزين، وعناوين الاخبار يمكن متصدرها رحيل البابا شنودة الثالث بابا الاسكندريه وبطريرك الكرازه المرقسيه. حابب قبل بس ما نبتدي حضرتك تعلق على ده، خصوصا ان احنا لسه راجعين من التقرير. طبعا شكرا للتقرير ومراسلينا، لان احنا كاميرا نهارك سعيد دايما متابعه، راحت تتابع توافد المسيحيين وكل المصريين لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة. تعليق سريع من حضرتك، خصوصا انه يمكن اول خبر هنتكلم عن برضو البابا شنودة وداعا. طب خلينا ناخد الاخبار كلها. الاهرام الصفحة الاولى، البابا شنودة وداعا. المصري اليوم الصفحة الاولى، مصر تبكي اسد الكرازة المرقسية. الشروق الصفحة الاولى، البرلمان يحجز نصف تأسيسية الدستور لنفسه. والأخبار الصفحة الخامسة، الإخوان اتفقوا مع السلفيين على تأييد مرشح واحد للرئاسة. والشروق الصفحة السابعة، قيادات إخوانية تطرح الدفع بخيرة الشاطر مرشحا للرئاسة. والأهرام الصفحة الأولى، الشعب يبحث اليوم مد فترة الدعاية لمرشحي الرئاسة. الشروق الصفحة الأولى، رئيس العليا للانتخابات لا يجوز الطعن على المادة 28. ومن الأخبار الصفحة التاسعة، عجول إسرائيلية وخراف ليبيا مهربة وراء عدوى الحمى القلاعية. وآخر خبر من الأهرام الصفحة الأولى، كاميرات مراقبة في جميع المنشآت الرياضية المصرية. وخلينا نبتدي بالخبر اللي كلنا امبارح بيتنا ليلة حزينة بعد رحيل البابا شنودة. والأهرام الصفحة الأولى، البابا شنودة وداعا. والمصر اليوم الصفحة الأولى، مصر تبكي أسد الكرازة المرقسية. وشاهدنا من كل الناس مواقف بالضبط. هو الحقيقة ان ده يعني انا اعتقد ان انا لازم نبدأ بتعزية مصر كلها، مش الشعب المصري كله. هو قيمة كبيرة لبابا شنودة وفقدناه. أنا أعتقد إن ده ربما يكون الخبر الأهم النهاردة، مش في مصر بس، ربما في العالم كله. وهو ده ظهر بشكل أساسي في كل النشرات. وامبارح كان يعني هو انا رغم ان البابا بقى له فتره كان في مرض طويل، والمره دي ربما التوقعات كانت اعلى بان النهايه اقتربت، بس في الاخر هو شكل صدمه للجميع. يعني في الاخر مش هقدر اتكلم عنه اكتر من كل الناس اللي اتكلمت، وكل البيانات اللي خرجت بتوضح قيمته الوطنيه. وكمان اعتقد ان اهم موقف البابا واللي يجب ان احنا نتوقف امامها كان موقفه مما يحدث في القدس، والموقف من اسرائيل، والموقف من انتهاك المقدسات الاسلاميه والمسيحيه، ورفض ذهاب المسيحيين المصريين لاقباط مصر الى هناك. بالظبط، ده كان موقف سيظل موقف مهم في تاريخ الكنيسه الارثوذكسيه المصريه، واللي هي يعني لنا يعني في الاخر انا انحاز لها باعتبارها كنيسه ام، وباعتبار حتى بشكل مصري بشكل بالاساس. هو كان البابا ال 117 ويعتبر اكثر بابا كان مسيسا في تاريخ الكنيسه كلها لمواقفه الوطنيه. فمواقفه الوطنيه اعتقد انا لو اخترت ساختار موقفه من القضيه الفلسطينيه بشكل اساسي، ومن موقفه من اسرائيل بشكل مهم، كي اتوقف امامه واقول للناس هكذا كانت قيمته الوطنية. يعني طب مواقفه مع الرؤساء السابقين كانت عاملة ازاي؟ موقفه مع الرئيس السادات يمكن غالبية الناس تعرفه، لكن مواقفه مع الرئيس السابق كانت برضو ممكن نعلق عليها نقول ايه؟ يعني هو موقفه مع نبدأ بمواقفه مع رئيس السادات، وهو اللي بدأت في 81 واللي هو تم وما حدث معه في الآخر. هو أدار تركة ثقيلة جدا، احنا دولة كلها كانت في مرحلة فشل عظيم، وأدار تركة ثقيله هي تركه الاقباط، وان كان لديه تحفظات على طريقه الاداره، ولكن احنا في الاخر تحولت مصر لمجموعه من الكنتونات الصغيره. يعني تحولت يعني كله اتحبس جوه الجامع، واتحبس جوه الكنيسه، واتحبس جوه يعني تصوراته كمان. انا اعتقد ان البابا حاول ان يخرج من ده بشكل اساسي، ولكن كانت له اخطائه مثل كل البشر. يعني يظل موقفه من مبارك هو الموقف ربما الذي يعني
ربما أدير بشكل سياسي ولكن سياسة خاطئة تماما. دي تعتبر سياسة خاطئة. هو في الآخر موقف الكنيسة من الثورة لم يكن جيدا بشكل واضح. هل ده ممكن يعني نعزيه الى حكمته، لانه برضو دايما كنا بندور في يعني لحكمه في ذلك، انه دايما كان بيحاول وقت الفتنه انه الدنيا يعني المشاكل ما تكبرش، يعني انه ربما كان هي حكمه جيل مختلف، يعني. انما ما اعتقدش انها حكمه تخص جيلي يعني. ربما انما هي حكمه جيل مختلف عن جيلي خالص، لان انا اعتقد ان الحكمه هي انحياز للحق. في الثوره لم يكن هناك انحياز للحق، هو بس في ممكن الاخر يكون فعلا زي ما حضرتك بتقول فارق الاجيال برضو. احنا عندنا مشكله في الاعمار بالظبط الكبيره عندنا انها بتفضل في مصر كتير. انما انا زي ما بقول لك، نحن فقدنا قيمه كبيره طبعا. في الاخر كمان نحن يعني يبقى موقفه من القضيه الفلسطينيه هو الموقف الاهم في تاريخ، من وجهه نظري هو الموقف الاهم في تاريخ البلد. البقاء لله في للشعب المصري كله، ونعزي كل الناس. انا مش ونعزي كل بعزي، الناس. انا مش مش بمنطق مصري وبمنطق مواطنه وبمنطق وطني حقيقي، انا مش بعزي، بس لو ادركنا فكره ان هذه هي الكنيسه المصريه بالاساس، فهو العزاء ليس للاقباط فقط، هو عزاء لمصر كلها. وبنحب بس برضو نكرر الخبر تاني انه في اجازه رسميه لمده 3 ايام ابتداء من النهارده لكل المسيحيين اللي عايزين يلقوا نظره الوداع على البابا شنوده الله يرحمه. من الشروق الصفحه الاولى، البرلمان يحجز نصف تاسيسيه الدستور لنفسه. امبارح تم التصويت زي ما كل الناس شافت، ووصلوا لانه يبقى 50% من الجمعيه التاسيسيه من اعضاء البرلمان. أنا بس حابب أتوقف قدام مجموعة من المعلومات في الموضوع ده، إن الحقيقة ده حتى مش اقتراح الإخوان. يعني المفاجأة اللي لازم نتوقف أمامها إن الإخوان كانت مقترح 40 60، وهذا الاقتراح خد 12 صوت. والسلفيين العكس، أو 60 60 40 60 40، واقتراح الإخوان خد 12 صوت. فأنا ده علامة استفهام بالنسبة لي. قسم البلد نصين. هل ده هل جرت اتفاقات في الخفاء للوصول لده؟ الأهم من ده هو، مش سيبك من الاتفاقات السياسية، أن أنا بدأت أشعر بالخطر بشكل حقيقي، لأن إحنا دلوقتي المسألة لم تعد دستور لبلد. ألا ترى أنه 50 ألا ترى أنه 50 دي زي ما تقول صفقة، يعني قعدوا تفاوضوا مع بعض، طب أنتوا 60 يعني، طب إحنا 40 طب نقسم البلد نصين، ما حد فاهمني لما يبقى الحرية والعدالة ليهم أكثر من 300 مقعد، ففي الآخر يطلع 12، يبقى أكيد في تفاوضات أخرى جرت في السر، بس أنا مش يهمني التفاوضات دلوقتي، أنا يهمني إن المفروض ده كان بناء لبلد، وبناء البلد له قواعد مختلفة. الأخطر من ده أن هذا حسبما قال الدستوريون، أنا الحقيقة ما أحبش أفتي في معرفه، يهدد الدستور نفسه. في تفسيرات قانونية بتقول أن النص الإعلان الدستوري أن البرلمان ينتخب الجمعية التأسيسية. ينتخب الجمعية التأسيسية دي مش يجيبها من جواه. ده رقم واحد. رقم اتنين، الفكرة أن البرلمان نفسه ربما يطعن في دستورياته نتيجة، هو مطروح أمام الدستورية الآن أنه أن هناك خطأ دستوري في الانتخابات يخص المستقلين فيه، فماذا لو بطل البرلمان بعد وضع الدستور؟ ده يهدد الدستور نفسه. الأخطر من ده أن بعض الناس اللي ربما مطعون في عضويتهم أصلا بالأساس، فما بالك لو اخترنا أعضاء مطعونا في عضويتهم. أنا أعتقد أن البعد عن هو الدساتير توضع لكي تعبر عن وطن، يعني كي ترسم مستقبل وطن. هو السؤال الأهم، ترسم مستقبل جماعات. هو السؤال الأهم، هل السياسة مرتبطة بالأخلاق ولا مش مرتبطة بالأخلاق؟ بس لا مش مرتبطة بالأخلاق الحقيقة. طيب ما هو يعني لا، بس في محكات حقيقية يعني المفترض أن الناس يعني أعتقد أن ده طبيعة الوضع، أنه يبقى في اتفاقات سياسية وصفقات ومن فوق الترابيزة ومن تحت الترابيزة، طبيعة السياسة هي طبيعة العربية اللي اتحطت قدام الحصان اللي احنا حطيناه من البداية. هي أن تبني بناءك شكل الدولة في الأول وبعد كده تنتخب. احنا الآن انتخبنا بدون شكل دولة برلمان، الدستور أبو السلطات، وبعدين دلوقتي مرشحين للرئاسة بيرشحوا نفسهم واحنا مش عارفين صلاحياتهم ايه جايه. ربما نفاجئ، هم احتمال بقى يحددوا شكل الدوله بعد كده هتبقى عامله ازاي. نفاجئ بان الرئيس القادم ليس له صلاحيات، وكل الهوجه اللي احنا بنعملها دي ملهاش لازمه. فده هو الخلل الاساسي اللي احنا بداناه. الخلل الاساسي ان انت كنت بتبني دوله من البدايه، واللي هو اتقال من الاول انك بتعمل دستور بيحكم شكل الدوله، ثم
تملأ مؤسسات هذه الدولة. ما هو السؤال، هل البرلمان هيختار انه او الجمعية التأسيسية هل هتختار انه نفضل زي ما احنا رئاسي، ولا هتبقى برلماني رئاسي، ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ على اي اساس الناس بترشح نفسها للدستور للرئاسة من الاساس؟ يعني انا برشح نفسي عشان ابقى رئيس ايه؟ هل رئيس بالوضع الحالي اللي هو بشكل رئاسي، ولا بشكل برلماني رئاسي، ولا برلماني فانت صوره او شكل شرفي يعني. هو عدد اصلا اللي سحبوا الملفات يثير يثير الدهشه يعني، كميه الناس اللي عايزه تترشح رئاسه جمهوريه. طب عشان الوقت ما يعديش، احنا برضو بقيت الاخبار عن كده، الاخبار الصفحه الخامسه، الاخوان اتفقوا مع السلفيين على تأييد مرشح واحد للرئاسه، ومن الشروق الصفحه السابعه هم بقى القيادات الاخوانيه بتطرح الدفع بخيرت الشاطر مرشحا للرئاسه. الكواليس ايه؟ يعني ده حسب الكلام اللي هو مجلس شورى الاخوان اجتمع اول امس مساء اول امس عشان اتفاق على مرشح الرئاسه، وانتهى الاجتماع دون الاتفاق بالمناسبه. يعني تمام. يعني هي في الاخر يعني اعتقد ان الاخوان اتفقوا مع السلفيين، ده عنوان ربما يعني تنقصه الدقه. لان الاخوان نفسهم لم يتفقوا هيعملوا ايه. الاخوان نفسهم مش متفقين مع بعض. الحقيقه ان اللي جوه الاخوان هناك تيارات مختلفه. هو تيار شاب يريد عبد المنعم والفتوح. ده شباب الاخوان. تيار متسلف وينحاز لحازم صلاح ابو اسماعيل. وهناك بقى تيار اللي هو بيحاول يدير مستقبل، يعمل استراتيجيات الجماعه. هو مش يعني في وجهه نظره ان الاصلح يجب الا يكون مرشحا من الاخوان بالاساس في الوقت الحالي، بحسبه سياسيه ربما الا يتحملوا المرحله كامله. وده ممكن يدفع ثمن الاخوان، لانه كده ولن يناصروا قضيتهم اللي هم مستنيين بقى لهم 84 سنة علشان يحققوها. بس هو دلوقتي هم في مأزق كبير. اعتقد هم دخلوا لاكثر من مرشح، وكل المرشحين الذين طرقوا ابوابهم رفضوا اصلا. في تيار دلوقتي جوه الاخوان بدأ يعلى، طب ليه بقى طالما المسألة بهذه الطريقة، وقبل ان تذهب لمن لا نعرفه، طب ما يبقى لنا مرشح. وجاء في هذا الاطار الطرح بالدفع بخيرت الشاطر، مع ملاحظة ان خيرت الشاطر تم رد اعتباره في احدى القضايا، ولم يتم رد اعتباره في قضايا اخرى. فالمساله انا اعتقد ان العنوان كان ينقص كثير من الدقه، بس الحقيقه ان هناك مازق تواجه الاخوان. ان امبارح باعلان الشيخ الحويني مساندته لحازم صلاح ابو اسماعيل، فهو يعني ربما اخذ تيارا، يعني اخذ السلفيين كلهم في طريق واحد. الان مازق الاخوان تضاعف. ما اعرفش، ممكن في لحظه من اللحظات يبقى عبد المنعم مفتوح حلا ولا ايه؟ ربما يكون عبد المنعم مفتوح حلا في لحظه من اللحظات. طيب تعالى نكمل بقيه اخبار مرشحي الرئاسه. ونقرا من الصفحه الاولى: الشعب يبحث اليوم مد فتره الدعايه لمرشحي الرئاسه. اعتقد ما فيهوش كلام كتير الخبر ده، لكن خلينا الخبر اللي بعديه. شروق الصفحه الاولى: رئيس العليا للانتخابات لا يجوز الطعن على الماده 28. واعتقد ده مستمره تصريحات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، وفي نفس الوقت المرشحين مستمرين في تحدي الصمت الانتخابي يعني والحاجات دي. هما الاثنين حاجه واحده الحقيقه، هما الاثنين هو نفس الاستمرار نفس طريقه صنع السياسات الغريبه. يعني انت جئت لتحصن لجنه بشريه بصلاحيات الهيه بانها لا يجوز الطعن عليها، في الوقت اللي بعض اعضائها الان متهم في قضايا، او يعني تم اثاره حواليه الشكوك، هو المستشار عبد المعز ابراهيم فيما يخص بقضيه التمويل. فيعني الحقيقه ما ينفعش تحصن في الاخر، هم هذه سلوكيات البشر، واللي ربما هو متهم الان بانه خضع لضغوط كبيره. وتفجرت قضيه اخرى بالامس هي تخص موقعه الجمل، اللي هي حتى الان يتم تاجيلها بشكل وتسويفها احنا كل حاجه عندنا في الصندوق الاسود يعني. والحقيقه ان النائب عصام سلطان في البرلمان قدم طلب احاطه ليقول ان المستشار عبد المعز ابراهيم هو من يقف وراء ما يحدث في معركه في قضيه مع موقعه الجمل. فانا دلوقتي احنا امام سياسات تصنع بشكل خطير. بالظبط، الغاز ومفيش حد بيرد علينا ولا يتم الفصل في اي موقف من المواقف. الخطير انك تكتشف نفسك انك امام اشياء ستتفجر بعد قليل. ابو العز الحريب اول امس قدم طعنا لوقف الانتخابات الرئاسه، وهو مرشح رئاسه دخل السباق ليقدم طعنا بسبب خلل العملية نفسها. هل ده هيحصل فيه ايه؟ ده اسئلة كتيرة يجب ان طيب تحضر. خلينا بس ناخد خبر اخير لان وقتنا خلص. في خبر انه بيقولوا كاميرات مراقبة في جميع المنشآت الرياضية في مصر. اعتقد ده يعني التلفزيون بيقوم بده اصلا، فمش عارف ايه فايدة كاميرات المراقبة، هتزود ايه في الموضوع. لكن اعتقد الخبر الاهم، الاخبار الصفحة التاسعة:
عجول إسرائيلية وخراف ليبيا مهربة وراء عدوى الحمى القلاعية. يعني إحنا خلصنا الحاجات اللي تتهرب وخلصنا السلاح، بقينا بنهرب عجول، بنهرب عجول من إسرائيل، لا بس بنهرب عجول من ليبيا، وصلنا إن إحنا مش لاقيين حاجة نهربها، فبنهرب عجول كأنك بتهرب ثلاجات، حاجة حجمها كبير جدا. بس هو يعني الخبر في تفاصيله يبدو نكتة الحقيقة. يعني وزير الزراعة بدل أن يعالج المشكلة من أساسها، هو بدأ يتكلم على فكرة إن هم من الأنفاق هربوا عجول، والعجول دي هي جت الأنفاق دي زي شارع يعني رمسيس الأنفاق يعني. الحقيقة يعني بتعدي حاجات كبيرة جدا، وأنا شفت تهريب عجول من الأنفاق في صور للوكالات وتهريب طب عجول دي من حاجة الأنفاق. كويسة خالص بس هي يعني. الفكرة مش في كده، الفكرة أن يعني هو العجول التي هربت من الأنفاق هي التي قضت على الثروة الحيوانية في مصر مئات الآلاف من الرؤوس. في المشكلة ورؤوس كيف المشاة اللي هم كيف بيقولوا ان هم تعمل بيكشفوا عليها هناك بالظبط، بيحطوها في حجر صحي 3 أسابيع قبل ما تيجي من أثيوبيا و3 أسابيع هنا المشكلة كيف يعني. تعاملنا مع المشكلة من البداية. يعني في البداية تعاملنا بنفس المنطق القديم، إنكار الفلاحين، قال إن إحنا عندنا أكثر من 10,000 راس في الغربية، فأنكر المحافظ وقال إن إحنا ده 2 اللي ماتوا، فخدوا له الرؤوس وحطوها قدام المحافظة عشان يعترف، فاضطر الاعتراف وقلل العدد. إحنا نتعامل بنفس الطريقة القديمة، لا نريد أن نرى أسس المشكلات من البداية. يعني الحقيقة القرارات اللي بتتقال دي دون دراسة، وهي محاولة لإلقاء التهمة على أحد آخر دون أن نعك أننا لم نعالج المشكلة بشكل البعض حقيقي. يطلق على ذلك كوميديا سوداء مش عارفين هو هتنتهي ما امتى زلنا مستمرين فيما فات أعتقد. يعني. ممكن نقول كده، احنا عايزين تغيير، بس يعني عايزين نغير بالظبط، حاجة لسه بنقول عايزين تغيير، بحيث لغاية لسه بنقول دلوقتي عايزين مش عارفين تغيير. هي الثورة راحت فين. أستاذ خالد البلشي رئيس تحرير جريدة البديل الإلكتروني، نورتنا، ونتمنى إنه يعني نقاط علامات الاستفهام وعلامات التعجب دي يعني يتحرك فيها أي حاجة في يوم من الأيام. نورتنا. ربنا يخليك، شكرا. مشاهدينا، كاميرا نهارك سعيد عملت مجموعة من التقارير متابعة لذهاب المسيحيين لإلقاء النظرة الأخيرة على البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل، لمدة 3 أيام في أجازة لكل المسيحيين هم يروحوا يشوفوه. نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل فقراتنا في نهارك سعيد.